مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا 2030. الاستثمار واحد من أهم الروافد التي تقوم عليها رؤية السعودية، بل مكون رئيسي في النجاح الاقتصادي لها. ماذا لدى الهيئة العامة للاستثمار من برامج في رؤية السعودية؟ الإجابة بعد قليل على هذه الطاولة. لماذا؟ لأن الرؤية معنا تتكلم. بطاقة الحلقة. التكامل مع القطاعات الحكومية، مبادرة الترخيص الموحد، مبادرة ذكاء الأعمال والاستفادة من البيانات لدراسة فرص الاستثمار، برنامج رواد التحول، إعداد برامج خاصة للمتميزين في مجالات الإدارة والقيادة، تطوير الفرص الاستثمارية، مبادرة بناء وتفعيل هوية استثمارية موحدة، مبادرة إنشاء المركز الوطني للتنافسية، الجذب والتوسع في الاستثمارات ذات القيمة العالية، تسهيل ممارسة الأعمال، رفع مستوى التميز المؤسسي، بناء الهوية الاستثمارية للمملكة، إطلاق خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، تطوير الخدمات الإلكترونية، تطوير إجراءات التراخيص وتقليص المتطلبات، تحسين تجربة المستثمر. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا 2030. اليوم معنا في الاستديو للحديث الهيئة العامة للاستثمار وماذا لديهم من برامج ومبادرات ومشروعات في رؤية السعودية 2030. يسعدني أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، الأستاذ إبراهيم السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين، والأستاذ محمد الحربي مدير عام تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار. حياكم الله معنا في هلا 2030 وشكرا لتجاوبكم مع دعوة البرنامج. الله حياك الله. أهلا وسهلا وشاكرين لي برنامج ياهل الاستضافة وكذلك قناة روتانا الخليجية. شكرا لك أستاذ محمد، كل عام وانت بخير وشكرا لتجاوبكم على دعوتنا. شكرا جزيلا، حياكم الله، سعيدين بالاستضافة. طيب أستأذنكم نبدأ جزءنا الأول. تفضل. طيب الجزء الأول كما تعودتم دائما معنا حتى الآن. أستاذ إبراهيم أبدأ معك إذا سمحت لي، السؤال المعتاد في هذا الجزء منذ إقرار الرؤية في عام 2015 حتى اليوم 2018، ماذا قدمت الهيئة العامة للاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرة أخرى نشكر برنامج ياهل ونشكر كأخ مفرح على الاستضافة وقناة روتانا خليجية للحديث عن الهيئة العامة للاستثمار، والتي تعتبر هي الجهة الحكومية المخولة لاستقطاب استثمارات مستدامة سواء محلية أو دولية على حد سواء، وذلك في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030. منذ انطلاقة مبادرات المملكة، طبعا مبادرة تحول، إلى الآن عملت الهيئة العامة للاستثمار لتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك فيما يخص تطوير الفرص الاستثمارية. إيش معنى هذا؟ أنه الجهات الحكومية اللي عندها فرص استثمارية، زي ما احنا عارفين طبعا رؤية المملكة 2030 تزخر بفرص عديدة للتطور طبعا والرقي والوصول إلى الرؤية، من ضمنها طبعا أشياء كثيرة لها علاقة في الصحة وخصخصة والتعليم والنقل إلى آخره، جميع القطاعات. فالهيئة العامة للاستثمار تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير هذه الفرص والعمل على استقطاب استثمارات لمناسبة الفرص هذه فيما يخص الجهات الحكومية. جميل أستاذ محمد، يعني واضح من عمل الهيئة أنه تنفيذ المبادرات والمشروعات هذه مرتبطة بجهات كثيرة، كيف تشوف التنسيق ما بين الهيئة وبقية الجهات في تنفيذ مبادرات الرؤية؟ صحيح، بكرر شكري لكم لاستضافتنا في الحلقة لإلقاء الضوء على مسيرة الهيئة في التحول البرامج التحول الوطني ومستهدفات الرؤية 2030. طبعا زي ما تفضلت، مسألة تنفيذ المبادرات مرتبط في عملية تكاملية مع الجهات الحكومية
وهذا ياخذني لموضوع التحول الرقمي بحكم اننا نحن في تخصصنا في تقنيه المعلومات، وهو ممكن رئيسي لقطاعات الاعمال في الجهات الحكوميه لتنفيذ مبادراتها. جميل. والوصول الى احد مستهدفات الرؤيه في مجال التقنيه، وهو الوصول الى حكومه الكترونيه فاعله على مستوى الدوله. طبعا اليوم علشان تنجح في التحول الرقمي ما في جهه حكوميه تستطيع ان تعمل بمفردها، يجب ان تتكامل الجهود لتفعيل المبادرات. وهذا ما عملنا عليه في الهيئه العامه للاستثمار، اخذنا رحله المستثمر وشفنا الخدمات اللي يجب تفعيلها وتبسيط اجراءاتها، وتاكدنا انه نعمل مع الجهات الحكوميه الاخرى بتكامل لاتمتت وتحويل الخدمات الى خدمات الكترونيه دون الحاجه الى تقديم الخدمات في عده جهات، بحيث تكون تكامليه. المستثمر يحصل على خدمته من مكان واحد بدل ان يزور اكثر من جهه حكوميه. جميل. الاستاذ ابراهيم خلينا نتكامل في الحديث، المكان الواحد هذا اللي بيحصل عليه المستثمر على كل خدماته هو تابع للهيئه ولا لجهه اخرى؟ لمنظومه الاستثمار، منظومه وزاره التجاره والاستثمار. للهيئه العامه للاستثمار طبعا جزء مكمل لها. وما في شك منصه ميراث اللي هي لبدء العمل التجاري هي اللي تعتبر المنصه الرئيسيه للتكامل مع جميع الجهات الحكومية، فيما بالإضافة إلى طبعا الهيئة العامة للاستثمار. فعن طريق منصة ميراث اللي ممكن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لاحقا إن شاء الله الدخول وتسجيل الطلب وتسجيل بياناته والحصول طبعا على الخدمة، وبعد ذلك طبعا يقدر يستطيع الحصول على الخدمات التكاملية الأخرى في الجهات الأخرى. بس كلها من نفس المكان، يعني أقصد التراخيص، الأذونات، كل ما يتعلق بمشروعه الاستثماري. إيه نعم. طيب جميل جدا. على مستوى التقنية وش الأشياء اللي تطمحون لتقديمها؟ طبعا زي ما ذكرت لك احنا بدينا رحلة الربط والتكامل مع الجهات الحكومية. الآن أنجزنا أكثر من ربط مع أكثر من 12 جهة حكومية، تقديم جميل. أكثر من 30 خدمة تكاملية بين الجهات الحكومية. صارت جاهزة. من ضمنها في مبادرة اسمها الترخيص الموحد. هذه أحد مبادرات التحول الوطني 2020، زي ما تفضل سعادة الوكيل، أنه المستهدف أن يكون يحصل المستثمر على الترخيص من مكان واحد دون الحاجة إلى زيارة عدد من الجهات. الآن الزملاء في وزارة التجارة والاستثمار تموا الربط مع جهات أخرى مثل هيئة الزكاة والدخل، وزارة العمل، التأمينات الاجتماعية، وبالتالي أيضا الهيئة العامة للاستثمار قامت الآن بالربط مع السجل التجاري، وبالتالي صار هناك تكامل لرحلة المستثمر. جميل. هذا كله على ميراث ولا في منصات أخرى؟ لا، هذا على ميراث، هذا المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية أن تشمل الجهات الحكومية الأخرى اللي ما دخلت في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تبادل البيانات بين أربع أو خمس جهات. جميل. أنا أستأذنكم أنه نأخذ فاصل أول ونرجع نكمل حوارنا، بس قبل الفاصل تذكروا بعض الأشياء الإيجابية جدا حقيقة والمبشرة اللي خرجنا فيها في هذا الجزء. فكرة تطوير الفرص الاستثمارية، فكرة رحلة المستثمر، فكرة المنصة الإلكترونية الواحدة التي يستطيع المستثمر من خلالها أن يخلص كل ما يتعلق بمشروعه الاستثماري. وتخيلوا كيف ستسهم كل هذه التسهيلات في زيادة نسبة الاستثمار في السعودية. المستقبل دائما لنا، وبعد الفاصل مكملين. حياكم الله في الجزء الثاني من برنامجكم يا هلا 2030. اليوم نتحدث عن مبادرات الهيئة العامة للاستثمار، وضيوفي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم السويل والأستاذ محمد الحربي من الهيئة العامة للاستثمار، وهم ونحن وأنتم في الجزء الثاني حتى 2020. أستاذ إبراهيم أرحب فيك مجددا. من المبادرات اللي موجودة عندكم تطوير إجراءات التراخيص وتقليص المتطلبات، لو تشرح لنا هالمبادرة. بداية طبعا عملنا خلال الفترة الماضية لتسهيل المستثمرين والحصول على التراخيص الاستثمارية اللي تخولهم أنهم يبدون نشاطهم التجاري في المملكة، خصوصا طبعا المستثمرين الأجانب.
وبناء على ذلك طبعا كان في عدد متطلبات حوالي 12 او 13 متطلب مطلوب قبل مع طبعا التركيز لتحسين تجربة المستثمر وتسهيل طبعا إمكانية الدخول للسوق السعودي والاستثمار فيه. قلصنا طبعا عدد المتطلبات إلى متطلبين أساسيين اللي هم يعتبرون السجل التجاري والقوائم المالية لآخر سنة، جميعها تكون طبعا مصدقة من السفارة السعودية في البلد الشركة الأم الأساسي، وبناء عليه طبعا يقدر المستثمر عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني التقدم بتعبئة البيانات وخلافه ورفع المتطلبين الاثنين، وخلال طبعا ساعتين إلى ثلاث ساعات تجيه الرد طبعا بالطلب يعني فيما يخص طلبه. إضافة إلى ذلك طبعا الوقت المستغرق لإصدار التراخيص قبل كان يأخذ وقت طويل، يعني حوالي يصل إلى يوم أو يومين، الآن يصل زي ما قلت قبل شوي تقريبا معدل ساعة أو ساعتين تقريبا خلال فترة. يعني هذا اختصار كبير والله جداً مبشر جدا. وبعدين إلكتروني يصدر الترخيص ويصل العميل بالإيميل، يعني ما يحتاج أنه يجي فيزيكالي وياخذ الورقه، خلاص يجيه الايميل ومصدق ومعتمد من جميع الجهات الحكوميه. جميل. الان ياخذ ساعتين بدل يومين مثلا. خلينا نقول تطور العمليه هذه خلال 2020 في خطه لتطورها، ممكن يصير الوقت مثلا اقل؟ ممكن نتوقع ممكن شيء من ممكن هذا ان شاء الله باذن الله. نعمل على بعض الخطط ان شاء الله على نهايه السنه انه ممكن يكون باقل بكثير من ساعتين ان شاء الله. ووضح لي هالنقطه استاذ ابراهيم اذا كانت رؤيتي محقه فيها، يمكن هذا واحد من ابرز متطلبات المستثمرين اللي كانوا ينادون فيها في وقت سابق. صحيح. يعني نتوقع الآن زيادة عدد المستثمرين بناء على الإجراءات الجديدة. احنا لاحظنا طبعا 2018 مقارنة ب 2017 الربع الأول زيادة بنسبة كبيرة فيما يخص الاستثمارات، عدد الشركات اللي جت للمملكة العربية السعودية، وهذا طبعا شيء جيد وإيجابي أنه والله بيئة المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، مع وجود طبعا قيادتنا الرشيدة وكذلك رؤية المملكة 2030 والتوصل طبعا إلى الوصول. وهذا مؤشر نجاح لهذا البرنامج وحقكم نشكركم عليه. ما في شك برضه فيها موضوع آخر أبغى أذكره اللي هو تحسين البيئة الاستثمارية، تعمل برضه الهيئة العامة للاستثمار على تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال لجنة تحسين أداء القطاع المال الخاص اللي هي لجنة تيسير اللي رأسها معالي وزير التجارة، وتجتمع طبعا كل أسبوع مع الجهات الحكومية حوالي 35 جهة تقريبا لمناقشة أطر والأشياء والأسباب اللي تؤدي إلى زيادة وتحسين فاعلية وفعالية البيئة الاستثمارية اللي تكون طبعا محفزة سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الدولي. جميل جدا، هذه كلها مبادرات مبشرة حقيقة. أستاذ محمد، منصة الدفع الموحد وش تكلمنا عنها؟ جميل. طبعا بس قبل ندخل في موضوع المنصة والحلول، خلينا نسميها حلول الدفع أو قنوات الدفع المختلفة، الهيئة مؤخرا تبنت حلول أو تقنية الحوسبة السحابية، وهذا موضوع مهم لأنه الآن مو مطلوب من الجهات الحكومية أنها تكون مراكز بيانات. مراكز البيانات تثقل كاهل الجهات في المصاريف التشغيلية، في الصيانة، في الخدمات اللي هي الروتينية. الآن الكثير من الجهات أو من الشركات العالمية المزودة للخدمات الإلكترونية والأنظمة عندها استعداد، أو بعضها أوريدي يعني دخل في السوق السعودي من خلال مراكز البيانات العالمية، فهذا يتيح لنا أنه نحصل على أفضل الحلول دون يعني أعباء رأس مالية، يعني نكتفي بالنفقات التشغيلية والحصول على أنظمة أو يعني على أنظمة ذات كفاءة عالية، وهي يعني بشكل سريع ما تتطلب منها تأخذ وقت ولا تزيد اللي هي الجهد على موظفي تقنية المعلومات. فهذه تقنية يعني أو حلول جديدة من يمكن فكرتها للمستثمر الأجنبي أكثر أو للعالمي؟ هي فكرتها للجهة أنه تزيد كفاءة العمل في الجهة، حيث أني أستطيع بعد ذلك أن أقدم الخدمات الإلكترونية بشكل أسرع، أتبنى الحلول العالمية بشكل أسرع، وبالتالي أمكن قطاع الأعمال من أداء متطلباتهم وتنفيذ مبادراتهم بشكل أسرع. جميل. منصة الدفع الموحد طبعا الآن كما تعلم في بعض المستثمرين وبعض القطاعات الاستثمار سمح لها بالاستثمار أو التملك بنسبة 100%، وبالتالي انتفت الحاجة لوجود شريك أجنبي يكون شريك محلي يكون في السعودية، لأنه سابقا جميع قنوات الدفع تكون عن طريق سداد، فبالتالي المستثمر لازم يكون عنده سداد لكي يقوم بعملية سداد الرسوم وما إلى ذلك. الآن نعمل في منظومة التجارة والاستثمار لتفعيل قنوات دفع مختلفة
تمكن المستثمر من الدفع من أي مكان في العالم. قد تكون الفيرتشوال اكاونتس أو الحسابات الافتراضية المعتمدة، الكريدت كارد وما إلى ذلك. جميل جدا. أستاذ إبراهيم، القطاع الخاص اليوم يمكن هو من أكثر الشركاء اللي تتعاملون معهم بشكل مباشر. صحيح. والقطاع الخاص نفسه عنده مبادرات ومشروعات وطموحات يريد تحقيقها في الرؤية. صحيح. تتقاطع مع ما لديكم ولا تتكامل؟ كيف تحلون هالموضوع بينكم؟ نحن نعتبر المكمل طبعا لأداء القطاع الخاص. ذكرت قبل قليل اللي هو اللجنة الوطنية، لجنة تحسين أداء أعمال القطاع الخاص اللي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية. يمثل القطاع الخاص في اللجنة هذه مجلس الغرف السعودية. مجلس الغرف السعودية طبعا هو الأساس فيما يخص القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ويعتبر الصوت أو القلب النابض اللي موجود عندنا في لجنة تحسين أداء أعمال القطاع الخاص للجنة التيسير، طبعا إفادتنا بهموم القطاع الخاص فيما يخص تطوير البيئة الاستثمارية. وكذلك عندنا اجتماعات دورية مع القطاع الخاص لمعرفة الأسباب، معرفة الأشياء، معرفة الملاحظات طبعا اللي يحتاجون تطويرها فيما يخص البيئة الاستثمارية، ونعمل طبعا مع القطاع الخاص جنبا إلى جنب إلى تحسينها. إضافة إلى ذلك في لجنة تيسير نعمل على مبادرات طبعا على مختلف القطاعات الحكومية، وبعدين إذا تمت المبادرة نروح نسأل القطاع الخاص مدى تطوير ومدى تحسين ومدى تجربتهم فيما يخص المبادرة هذه. يا سلام. فعلى أساس نأخذ فعلا الرد ونأخذ الإجابة من نفس فم القطاع الخاص، فعلا نحرص على تمكين المبادرة هذه إنها تمت. جميل جدا. إذن الدور تكاملي بينك وبين القطاع الخاص وما في خوف من هالجانب يعني. الله يقويكم. وللأمانة أنه من أول حلقة في البرنامج لين اليوم كل الجهات المختلفة اللي تتقاطع في برامج الرؤية كلها أدوارها تكاملية، يعني الضيف اللي يكلمنا اليوم يواصل ما قاله ضيف الأمس، وهذا شيء مباشر جدا. طيب أستاذ محمد، الآن يعني أنتم عليكم عبء كبير في تحويل كل شيء إلى إلكتروني إلى تقني. صحيح. متى يجد المستثمر نفسه يتعامل مع التقنية من الألف إلى الياء تماما، يعني بحيث أنه ما يحتاج لا أوراق ولا مراجعات للهيئة؟ الآن في كثير من الخدمات، يمكن النسبة تكون عند أستاذ إبراهيم صحيحة، هي فوق 80% للمستثمر الأجنبي. أيه؟ لا يتعامل بالأوراق في هيئة الاستثمار بتاتا. جميع الخدمات إلكترونية، يعني قلت الزيارات للمركز أو مراكز الأعمال. إحنا لدينا مراكز الخدمة، قلت الزيارات، وبالتالي الزملاء في مراكز الخدمة صاروا يقدمون خدمات أخرى ذات قيمة مضافة مثل الاستشارات، صاروا يستقبلون أيضا المستثمر المحلي الذي لديه رغبة في العمل مع مستثمر أجنبي، وبالتالي خلقنا فرص أخرى من خلال أتمتة الخدمات الإلكترونية. أيضا الرحلة هذه أعطتنا برضو خلينا نقول خدمات ابتكارية، يعني الهيئة العامة للاستثمار في حصلت على جائزة الإنجاز الخامسة في إطار التعاون بين الجهات الحكومية عن مشروع الترخيص الفوري الذكي. وهذا أيضا ساهم في هذا. وش فكرته؟ هذا فكرته أنه إذا المستثمر قدم المتطلبات عن طريق النظام، النظام عنده آلية لتقييم الخدمة عن طريق متطلبات معينة دون الحاجة لتدخل بشري، يعني المقيم ممتاز. في خدمات المستثمرين لا يصل لها الطلب، لأنه النظام يشيك آليا على بعض المتطلبات، إذا كانت موافقة فيعطيه ترخيص مباشر. جميل والله. هذه من أكثر الحلقات تفاؤلا حقيقة. احنا نتكلم على سنتين ونص أو ثلاث تقريبا من بداية الرؤية، القفزات اللي حققتها الهيئة العامة للاستثمار يعني تستحق الشكر والتحية. أستاذ محمد، أنا بشكر لك كثير حضورك ووجودك معنا، وراح استقبل ضيف آخر بعد الفاصل إن شاء الله من الهيئة العامة للاستثمار، وقدر الوكيل أن يكون معنا إلى نهاية الحلقة. أستأذنكم ناخذ فاصل ومكملين. أشكر حضورك معنا كثيرا. إذا الإجراءات اللي كانت تاخذ يومين صارت تاخذ ساعتين، هذا وإحنا بعد سنتين ونص أو ثلاث سنوات من بداية الرؤية حتى الآن. ولكم أن تتخيلوا ماذا ستقدم الهيئة العامة للاستثمار من هنا إلى 2030. بعد الفاصل مكملين معكم.
حياكم الله في الجزء الثالث من يا هلا 2030. نتحدث اليوم عن مبادرات وبرامج ومشروعات الهيئة العامة للاستثمار. أرحب بضيف الجديد الذي ينضم إلينا في الاستوديو الآن، الأستاذ باسم بن عبد الله السلوم، وهو وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للاتصال والتسويق. أستاذ باسم حياك الله معنا في يا هلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. الله يحييك، شكرا لكم الاستضافة. حياك الله أستاذ إبراهيم سويلة، رحب أجدد الترحاب بك معنا، وأستأنكم أن نبدأ الجزء الثالث. طيب الجزء الثالث دائما يأتيكم تحت عنوان حتى 2030. أبدأ معك أستاذ باسم، خل نريح الأستاذ إبراهيم شوي. من المبادرات اللي تهدف الهيئة إلى تنفيذها من هنا حتى 2030 مبادرة استثمر في السعودية، وش تكلمنا عنها المبادرة؟ طيب في البداية يعني الهيئة العامة للاستثمار عملت على استراتيجية حتى 2020 وبعدين حتى 2030، كيف نحن نقدر نستفيد من المملكة كونها ثقل إسلامي، ثقل جغرافي ما بين القارات الثلاث. فعملنا على مبادرة اسمها أو مظلة اسمها استثمر بالسعودية. اليوم أي جهة حكومية تبغى تعمل تجذب استثمار خارج المملكة تستخدم المظلة هذه، مظلة استثمر بالسعودية. هي ليست شعار فقط، هي مجموعة مبادرات من ورش عمل نعملها خارج المملكة، لقاءات ثنائية بين مستثمرين والجهات الحكومية للطرح الفرص الاستثمارية في المملكة. نعمل على أيضا على بعض الرود شو أو خلال الزيارات مثل زيارة ولي العهد، زيارة خادم الحرمين الشريفين، مجموعة من المعارض اللي تكون مصاحبة للزيارة بحيث أنها تجذب المستثمر الخارجي ويفهم المملكة يعني وش المميزات اللي فيها المملكة مقابل المميزات الأخرى من الدول الثانية. فاستثمر في السعودية هي مبادرة أطلس الفرص الاستثمارية، بحيث أن يدخلون الموقع الإلكتروني يقدرون يتفحصون الفرص الاستثمارية الموجودة هناك، يعرفون ليش أنا ممكن أستثمر في السعودية، الأسباب اللي تخليني أقدر أستثمر في السعودية، الأسباب اللي ممكن تخليني أستثمر في مناطق مناطق المملكة. تعرف إحنا 13 منطقة، مش بس محصورة في الرياض وجدة والدمام مثلا، في مناطق كثيرة تتميز بأشياء نوعية خاصة فيها. ايضا القطاعات اللي احنا نركز عليها الفتره القادمه هي يعني قطاعات نوعيه، من ضمنها مثلا قطاع تقنيه المعلومات، حكم المملكه من اكبر المستهلكين، وايضا الشباب الموجودين في السعوديه اليوم اعمار اقل من 30 سنه نسبه كبيره جدا في المملكه، فهذه فرص للمستثمر اساسا انه يقدر يستثمر في الشباب نفسهم. جميل. أستاذ إبراهيم شاركنا الحديث في هذه النقطة، يعني أنا أظن أن هذه واحدة من المشاريع الجبارة اللي تقدمها الهيئة. كيف وجدتم قابلية المستثمر الأجنبي ونظرته ورؤيته للسعودية؟ بالعكس، زي ما تفضلت قبل، في زيادة في عدد الشركات الأجنبية اللي لاحظناه برضو خلال زيارات سمو سيدي ولي العهد خلال الفترة اللي فاتت إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا، كذلك كان لها دور كبير، ولاحظنا فيه يعني زيادة وحرص من المستثمر الأجنبي لمعرفة الفرص الموجودة، كيفية الدخول للسوق، ما هي فعلا الإيجابيات اللي موجودة في السوق، كيف يقدر يتعامل مع طبعا السوق السعودي وخلافه، وينقل المعرفة وينقل التكنولوجيا طبعا ويستفيد فيها في المملكة العربية السعودية. بناء على ذلك طبعا عملنا على تطوير خدمات إضافية للمستثمرين نقدمها طبعا فيما يخص استشارات، تقديم استشارات سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عن طريق الخدمات الإلكترونية أو عن طريق طبعا مركز الاتصال. ومركز الاتصال عندنا يتحدث بسبع لغات، ووفرنا الموظفين الموجودين فيه طبعا بالإضافة للغة العربية الأساسية إنجليزية، وأيضا لغات أخرى منها الصينية واليابانية والفرنسية والألمانية وعدد أخرى من اللغات، على أساس أنه برضه نخاطب العالم بلغاتهم ونقدم لهم طبعا الاستشارات بكيفية الدخول للسوق، ما هي المتطلبات للسوق، ما هي الخطوات طبعا لبدء الاستثمار سواء الأجنبي وخلافه. جميل. أيضا هذه نضيف لها مراكز الاتصال واللغات. أستاذ باسم، الاستثمار في الشباب السعودي، في المستثمرين الشباب السعوديين، واحد من الأهداف اللي تريد الهيئة تحقيقها، وش تكلمنا عنها النقطة؟
بطبيعة الحال مثل ما ذكر أخوي إبراهيم عن لما نجذب إحنا الاستثمار سواء أجنبي أو حتى نطور استثمار بين شراكات مستثمرين محليين أو مع مستثمرين أجانب إحنا ننقل خبرة، ننقل تجربة، ننقل تكنولوجيا أو براءة اختراع نجيبها في البلد بحيث أن نقدر نستثمر فيها، فمنها نخلق وظائف لشبابنا في السعودية بنات وشباب. يمكن في الهيئة العامة استثمار دورنا برضه مو بس إن إحنا نخلق هالفرص الاستثمارية وعشان تخلق وظائف، أيضا داخليا إحنا عملنا على مبادرة اللي هي ساقية ترانسفورميشن بايونيرز أو رواد التحول في ساقية. رواد التحول إحنا أخذنا 25 طالب وطالبة من المتخرجين سواء من البرامج الابتعاث أو من جامعات المملكة وعملنا على فلترتهم وسوينا زي الاختبارات، مجموعة اختبارات، وطلعنا ب 25 طالب وطالبة. هذول اليوم قاعدين نستثمر فيهم، احنا نسميهم مدراء مستقبل الهيئة العامة للاستثمار. هذول اللي هم اللي بيجلسوا مع مستثمرين، بيجلسوا مع مستثمرين محتملين، بيجلسوا مع جهات حكومية مثلا مثل الصحة الطاقة، بيجلسون يفهمون منهم يحولون هذه الى فرص استثمارية. البرنامج هذول يعملون كلهم تحت مظلة الهيئة، هذول موظفين في الهيئة العامة للاستثمار مدة سنة تقريبا، برنامج تدريبي يشمل دورات تدريبية سواء على مستوى الدورات الشخصية، دورات الإلقاء، دورات المهارات اللي يحتاجها في مجال عمله نفسه، أو مثلا دورات خاصة يروح مثلا البنك الدولي أو مثلا يروح جهات متخصصة في هالمجال هذا ويتعلم عنده ويتدرب عندهم ويرجع بعدين عندنا. هي مدة البرنامج تقريبا سنة كاملة. حقيقه انا ما اخفيك ان انا سعيد جدا اني عملت مع هذول الشباب والبنات، لان وجدت فيهم مو شيء مو بس الحماس، وجدت فيهم ايضا انه عندهم شغف يتعلمون في هالمجال هذا، وهذا الفائده لنا الجميع. يعني بالنهايه هم اللي بيكونون مدراء المستقبل في الهيئه العامه للاستثمار. جميل، تهيئتكم لهم هذا امر يستحق الشكر. انا استاذنكم اني اخذ فاصل اخير ونرجع نكمل حلقتنا. قبل الفاصل يعني تذكروا بعض الاشياء التي وردت في هذا الجزء: مراكز اتصال بسبع لغات، استثمار في الشباب السعودي وتاهيلهم وتهيئتهم لقياده المشروع الاستثماري، مشروع استثمر في السعوديه العملاق والكبير، وكثير من المبادرات ستاتيكم بعد الفاصل. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا 2030. اليوم نتحدث عن الهيئة العامة للاستثمار، وضيوفي في الاستوديو الأستاذ إبراهيم السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين، والأستاذ باسم عبد الله السلوم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للاتصال والتسويق. أرحب فيكم مجددا. أبدأ معك أستاذ إبراهيم، مشروع وفكرة رواد الأعمال وش تكلمنا عنها؟ شكرا أخوي مفرح. البلد طبعا يزخر برواد أعمال شباب وبنات كثير طبعا، وينقصهم الخبرة وينقصهم الدعم طبعا اللازم. منظومة التجارة والاستثمار طبعا ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك منشآت تعمل على استقطاب هذول رواد الأعمال أصحاب الفكرة وبراءة الاختراع زي ما تفضل أخوي باسم قبل قليل بذكرهم. احنا بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار اللي عملنا عليه انه سهلنا بالنسبة للمستثمر الأجنبي طريقة دخوله للسوق والمتطلبات كذلك اللي بناء عليها يستطيع الدخول للسوق كذلك. كونكتنج هيم اكشلي مع حاضنات الاعمال هنا في السعوديه. تعمل برضو الهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه للمنشات على استقطاب الحاضنات كذلك، على اساس تكون برضو رواد الاعمال السعوديين مع كذلك رواد الاعمال الاجانب يقبعون تحت مظله حاضنات اعمال معتمده ومقيمه. جميل جدا. اطلاق الفرص استاذ باسم وش تكلمنا عنه؟ مثل ما ذكرت قبل شوي تكلمنا عن موقع أطلس أو أطلس الفرص الاستثمارية خلينا نسميه، اللي هو استثمر في السعودية investsaudi.sa. هذا العمل يمكن خلال الست أشهر الماضية عملنا مع جميع الجهات الحكومية وأيضا برامج الرؤية وبرامج تحقيق الرؤية، من ضمنها مثلا الحج، من ضمنها الترفيه، أي برامج للرؤية أو الجهات الحكومية عملنا معهم على أساس أن نطور فرص هذه. اليوم موقع الأطلس يحتوي تقريبا أكثر من 70 فرصة استثمارية. الـ 70 فرصة استثمارية هذه تعتبر من فرص استثمارية ضخمة.
خلال الفترة القادمة بنعمل أيضا على تطوير فرص أكبر مع بالتعاون مع جهات حكومية ومع برامج تحقيق الرؤية. الهدف منها أنه يكون خلينا نقول منصة سهلة للمستثمر بحيث أنه يقدر يدخل عليها ويعرف وين الفرص الموجودة. وين الفرص بالضبط؟ كيف أنا أقدر أستثمر فيها؟ وين مثلا العائد اللي فيها؟ نحن لما نتكلم عن فرص استثمارية ما نتكلم عن أنه والله في مجال مثلا بلاستيك أو في مجال كذا، لا، إحنا نتكلم ندخل تفاصيل أكبر. مثلا نقول مثلا كم عدد المستخدمين في هالمنطقة هذه، إيش ممكن، من هي الممكنات لك في إنك تستثمر في مجال البلاستيك مثلا في المنطقة الصناعية الفلانية، تقدر تحصل على مثلا دعم من مدن، تقدر تحصل على دعم من صندوق الصناعي، تقدر تحصل على عقود مثلا مباشرة من الحكومة. فهي الفرصة لما نتكلم عنها هي شيء أكبر وتفاصيل أكثر للمستثمر. جميل. وصول المعلومات عن الفرص الاستثمارية هذا كيف يتم بينكم وبين الجهات؟ احنا جلسنا في الفترات الماضية وما زلنا الآن زملاء في جذب الاستثمار يطورون هذه الفرص مع الجهات الحكومية. خلينا ناخذ مثال بسيط، انه في بعض الفرص الاستثمارية قد تطرح على شكل منافسة مناقصة في الجهة الحكومية. احنا نجلس مع الجهة الحكومية نقول ان هذه ممكن انها تكون استثمار للمستثمر نفسه، يدخل سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي، يقدر يجي ويطور هذا المشروع ويحوله إلى مثلا خصخصة للجزئية الفلانية ويقدر يستفيد منها، وفي نفس الوقت يخلق وظائف، يقلل العبء على الحكومة من ناحية أنه صرف رواتب، صرف صيانة، صرف تشغيل للمشروع هذا. فهو يجي يقدر يشغله، يديره، يحصل منه أرباح، في نفس الوقت الجهة الحكومية رفعت في مستوى الخدمة افترضنا تعليم مثلا، او افترضنا صحه، او مثلا نقل او غيرها من جميل. الخدمات. وكلها تكون مطروحه على الموقع، وكلها بتكون باذن الله موجوده على الموقع. حاليا موجود جزء كبير منها، وما زلنا احنا كل فتره نحدث الموقع. جميل جدا. انا قبل ما انهي هذه الحلقه باقي معي دقيقه، بترك لكل واحد منكم بالعاده انا اسميها لضيوفي تغريده صوتيه اخيره في نص دقيقه، وش تحب تقول؟ تفضل استاذ باسم. اعتقد احنا اليوم نمر بمرحله يعني كبيره جدا، وتكاتف الجهات الحكوميه حقيقه يعني انا اشيد فيه الفتره الاخيره، لان صار في تعاون كبير جدا من جميع الجهات الحكوميه، والهدف في النهايه ان احنا نحقق رؤيه مشتركه. فهذا شيء حتى يحفزنا احنا كمثل هيئه العامه للاستثمار، يحفز شبابنا وبناتنا ان احنا فعلا نعمل ونحقق التغيير. فالحمد لله احنا موجودين الان نقدر نحقق التغيير هذا. جميل. انا اشكر لك حضورك معنا وتشريفك، وشكرا لكل هذه الاضافات، وفالكم التوفيق ان شاء الله في كل مبادرات الهيئه. استاذ ابراهيم، وش تحب تختم فيه معنا؟ شكرا اخوي مفرح. اضافه استكمالا للي قاله زميل الاستاذ باسم، اتوقع برضه تواصلنا مع القطاع الخاص مهم لملء الفجوه اللي موجوده طبعا او كانت موجوده في السابق. تعاوننا مع الجهات الحكوميه استكمالاً بطبعاً تعاوننا وسماعنا لملاحظات القطاع الخاص، هذا يعتبر المحرك الأساسي اللي نتحرك فيه لتطوير البيئة الاستثمارية وطبعاً تحسين الفرص الاستثمارية والوصول إلى رؤية المملكة 2030 طبعاً والنمو في هذا الزمن. أستاذ إبراهيم سويل، شكراً جزيلاً لك ولحضورك معنا ولكل هذه الإضافات. الشكر أيضاً للأستاذ محمد الحربي اللي كان منضم معنا في الجزئين الأول والثاني من هذه الحلقة. الشكر لكم أنتم على متابعتكم. هذه كانت مبادرات وبرامج ورؤية الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص رؤية السعودية 2030، برامج واعدة، طموحات عالية جدا وأحلام كبيرة جدا، أثق كثيرا بأنها ستتحقق وسنكون في مرتبة استثمارية عليا على مستوى دول العالم. دائما وأبدا قبل أن يبتسم المستقبل للرؤية، هي معنا في أهل 2030 تتكلم. نشوفكم بكرة، تصبحون على خير.